النهارده كان في مؤتمر، مؤتمر دولي للمنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف ماليزيا، عاملين مؤتمر النهارده، مؤتمر مهم. أهمية الأزهر، الأزهر مش مصر ولا العالم العربي، الأزهر، الأزهر العالم، العالم كله يتحدث عن الأزهر الشريف ودور الأزهر الشريف. كان هذا المؤتمر في غاية الأهمية حول التراث الإسلامي والتجديد. إيه اللي اتعمل؟ إيه اللي حصل النهاردة؟ ماذا عن هذه الفعاليات المهمة، المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية لخريج الأزهر حول التراث الإسلامي؟ نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. برعاية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، نظمت المنظمة العالمية لخريج الأزهر المؤتمر الدولي لأبناء المنظمة بماليزيا، والذي حمل عنوان حول التراث الإسلامي في عالم الملايو، الأزهر الشريف منهجا ومرجعا، في حضور قيادات الأزهر والمنظمة وعدد من سفراء ورؤساء جامعات دول جنوب شرق آسيا. بعض دول جنوب شرق آسيا حينما تقيم مؤتمرها العالمي في مصر بالذات، فهذا دليل على أن مصر لها دور محوري على مستوى العالم من خلال الأزهر الشريف، وهذا يدل على أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة محلية ولا مؤسسة إقليمية، إنما هو مؤسسة عالمية، ومن هنا يأتي دور الأزهر في أنه القوة الناعمة للدولة، بدليل اختيار الأزهر الشريف لعقد مثل هذا المؤتمر المهم في الحديث عن التراث، لأن من لا حضارة له لا حاضر له. ليس معنى ذلك أننا نتعبد بكتب التراث، ولكننا نأخذ منها ما يفيدنا ونعلق على ما لا يتناسب مع مستجدات العصر. المهم أن تكون لنا شخصيتنا وأن تكون لنا هويتنا، ونحافظ على الهوية الإسلامية خاصة والهوية العربية عامة. حفظ التراث ليس مجرد حفظ التراث، ولكنه حفظ للأمة بأكملها، لأن هذا التراث حمل من علوم اللغة والدين، وحمل فكر هؤلاء العلماء الذين كانت منابعهم صافية والعلوم عندهم كانت متدفقة إلى هذا الحد الذي جعلها تصل إلى ما وصلت إليها الآن. والحقيقة عندما أتحدث، أنا أتحدث عن الأزهر الشريف، الأزهر الشريف كانت له جهود عديدة جليلة في هذا المجال، ففضيلة الإمام قاد بنفسه هذا الأمر، وكان هناك مركز لإحياء التراث في مشيخة الأزهر الشريف، قام عليه مجموعة من العلماء ومجموعة من الشباب من أجل تنقية التراث ومن أجل الحفاظ على التراث ومن أجل إخراجه للأمة بالصورة التي تليق بواقعنا المعاصر. أهمية هذا المؤتمر في الحقيقة لكي نقدم كيف أن الإسلام قد وصل إلى هذه المنطقة المعروفة باسم أرخبيل الملايو، قد تأثر في الحقيقة في تطورات الإسلامية في هذه المنطقة بأفكار الأزهر، بواسطة الأزهر، لأن هناك الكثيرين من علمائنا في زمن القديم، يعني قديما، أنهم في الحقيقة اعتمدوا على مؤلفات علماء الأزهر الشريف في تدريسهم في مراكز الدراسة الإسلامية التقليدية المعروفة باسم فندق في ماليزيا وفي إندونيسيا كذلك، أنهم في بلد الأمر اعتمدوا على يعني مؤلفات علماء الأزهر الشريف. نريد أن نناقش في هذا المؤتمر عن قضية التراث، وقضية التراث هي قضية مهمة، لأن التراث هي أساس الحضارة. فهناك نجد تياران في مواجهة في مناقشة التراث. التيار الأول يريد أن يترك التراث، لأنهم يدعون أن التراث تراث عقيم لا ينجب شيئا ولا يسهم في بناء الحضارة، فنرفض هذا. وفي تيار ثاني، يعني التيار الذي يعتمد على التراث كتراث فقط ولا ينجب التجديد أو الاجتهاد في مواكبة المتطلبات المعاصرة أو التحديات المعاصرة. من لا حضارة له فلا حاضر له، جملة يؤكد عليها مؤتمر المنظمة الدولية لخريج الأزهر الشريف بدولة ماليزيا، إيمانا منهم
بتراث وحضارة الأزهر الشريف الذي أنار العالم بالدين الإسلامي الحنيف. محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي.